السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد. زي ما انتوا عارفين اني مش بستخدم الأدوية نهائي، وخاصة الأدوية البطارية في علاج الحمام، فكل العلاج اللي بنستخدمه بيكون كوقاية من الأمراض، ما بنستناش انه الأمراض تيجي لحد عندنا وبعد كده نبدأ نعالج بعلاج بطري ويبدأ الحمام يموت عندنا. زي ما انتوا شايفين تبارك الله دي زي غليل، وزنها جميل رغم انه هي لسه صغيرة، ولكن وزنها تبارك الله حلو جدا. فان شاء الله فيديو النهاردة هنتكلم ازاي نزود انتاج الحمام بحاجة بسيطة جدا من البيت، وازاي نخلي الحمام عندنا فيتامين A وB وC، وكمان يكون وقاية من امراض الحمام وما يخليش الحمام ضعيف جدا، وازاي العشبة دي او الحاجة اللي موجودة من البيت نخلي الحمام ياكلها زي ما انتوا شايفين اهو البيض. فالحاجة اللي انا هتكلم عنها النهاردة هتخلي الحمام يربي معاكي عنقود بيض، بمعنى يعني دايما الحمام يربي عنقود بيض، يعني يبدأ ان هو ايه يبيض عندك باستمرار، بتساعد الاناث طبعا على كثرة البيض. ففيديو النهاردة بإذن الله مفيد جدا. اول شيء زي ما انتوا عارفين الحمام بياكل نواشف، كلنا متفقين انه الحمام بياكل نواشف اللي هي القيضي والقامح والفول، ولكن لو عملناها مرة كل 15 يوم ان احنا جايبين العيش اللي انتوا شايفينه ده عيش، وكده طبعا ليناه، وبعد ما احنا ليناه كده صفيناه وما خليناهوش داب، مجرد ما حطيناه بس كده في المية، وبعد كده بدأنا ايه بحيث الحمام يبدأ ياكله، مش ما يحسش، ما يبقاش عجين، يبقى متماسك جدا، ادوبك بس هو بدأ ان هو يتفلفل معانا كده. وبعد كده حطيناه في مصفاي وجبناه للحمام، وبعد كده هنخلط معاه العشبة اللي انا قلت لكم هتخلي عندك الغية كلها مليانة ان شاء الله زغليل وبيض، وهتخلي زي ما انتوا شايفين الحمام ياكل عندك بزيادة، وتبقى صحته قوية جدا وما تظهرش عندك اي امراض، بيكون كوقاية زي ما يكون كده ايه حد ضعيف، فالدكتور قال له كل العشبة دي هتزود عندك الدم. انا شخصيا لما كنت ضعيفة الدكتور قال لي عليكي والله واشتريها، قال لي اشتري لما كنت في اثناء الحمل في التوأم، فكان الدكتور بيقول لي كليها كليها كتير كتير بتزود الدم، فهي مفيدة ليني ومفيدة كمان للحمام، بس نستخدمها بطريقة صحيحة علشان خاطر تخلي ايه الحمام كله يبيض، وتخلي قوة الطائر، وتخلي الطائر كده كده يعني ايه ما شاء الله مش ضعيف ولا عنده كششان ولا عنده خسسان، وتخليه رايق كده. فان شاء الله تابعوا معايا الفيديو وهتستفيدي مني جدا. فلو انت لسه موجودة معايا حطي لي لايك وصلي على النبي، وان شاء الله باذن الله معاي غية الحمام عندك هتكون كلها مليانة. هنتكلم النهاردة عن عشبة البنجر، دي اسمها بنجر في مصر، ولكن لو في دولة تاني اسمها الشمندر والله اعلم، لكن عندنا في مصر اسميها البنجر، ولكن في دولة السعودية والكويت والجزائر والله اعلم اسمها الشمندر. العشبة دي هنستخدمها هتخلي انتاج الحمام عندك ممتاز، مش هتخليك تشتري اي كالسيوم اي فيتامينات او اي حاجة من الصيدلية. فبصوا دي بديل اهو، بصوا انا جبت واحدة بنجرة كده وبالمبشرة، واللي بقى كده صغير عملته بالسكينة، وبعد كده هضيفه على العيش زي ما انتوا شايفين وكله هياكل منه. طيب ما ينفعش ان احنا نستخدمها مع الـ مع الـ مع النواشف نهائي، لازم نستخدم البنجر او الشمندر على حسب الدولة اللي انت فيه، اكتبي لي انت بتتابعيني من فين. فطبعا مفيدة في ايه؟ مفيدة في ايه؟ مفيدة ان احنا ما نشتريش طبعا اي كالسيوم من الصيدلية، او ما نشتريش مثلا سيلينيوم علشان خاطر يخلي الحمام يبيض، فاحنا جبنا العيش
وقلبنا فيه البنجر، فدي طبعا بتزود الدم كده وبتخلي الحمام كله نشاط وحيوية، وبتساعد على انه الحمام يبيض عندك باستمرار، وكلها كالسيوم ومفيدة جدا. فدي دي غنية عن ان احنا نشتري طبعا علاج طبعا ايه بشري من الصيدلية، زي ما قلت لكم زي كده بيديكال وغيره وسيلينيوم ومش عارف ايه وايه، علشان الحمام يبيض باستمرار. فطبعا العشبة دي مفيدة جدا جدا، حاولوا ان انتوا تستخدموها ولو مرة في الاسبوع، مرة في الاسبوع ولو مرة كده، لو بنجراية صغيرة من التلاجة طبعا وبشرتوها وحطتوها في العيش، هتخلي الانتاج عندك ما شاء الله، ومش هتخلي عندك اي امراض، لانه دي وقاية لما الحمام تكون مناعته قوية جدا واكل كويس وفي نظافة واهتمام بالمكان والمية نظيفة، فالحمام عندك مش هيتعب نهائي. بص حطيته اهو على الساج الكبير، الحمام كله تبارك الرحمن بدأ ياكل العيش بالبنجر اللي هو الشمندر، مش هيخلي ولا حاجة عند الحمام، رغم اني انا مأكلاه، يعني مش دي اول اكلة لي، يعني انا عملت حطيت لهم ورجعت تاني حطيت لهم العيش اللي هو بالبنجر وقلبته ليهم وكلهم كلوه تبارك الرحمن. فدي ان شاء الله بتساعد على انه الحمام يبيض باستمرار، وكمان زي ما قلت لكم بتكون بديل وافضل بديل للكالسيوم للحمام. فالناس اللي الحمام قاطع عنديها بيض من فترة، دي بتحفز او بتساعد وتخلي الحمام يبيض باستمرار، وكمان بترفع مناعة الطائر وبتحسن من صحته، وشفتوا ما بتخليش كده ايه، وخاصة فترة الجلش لو الحمام بيوقع ريش. بصوا ان شاء الله ان شاء الله، لو حابين الفيديو اللي جاي نتكلم فيه ازاي نعود الحمام ان هو كده يطير ويرجع للغية تاني، فان شاء الله هتكلم في الفيديو الجاي. فطبعا انا حبيت الحمام اني اعوده واخليه طبعا فتحت له الشباك وعلمته ان هو يطير ويرجع تاني، فمسكت الحمام ودربته، ولكن حصل موقف معاي اني خليت حمامة تمشي وما جاتش. تاني يوم الصبح لقيتها جات، فانا فرحت جدا. فانا ان شاء الله هقولكم ازاي انا عودت الحمام عندي الفيديو اللي جاي، لو حابين نتكلم فيه ازاي نخلي الحمام طبعا يطير ويرجع تاني. الحمام لما يمشي من الغية ويرجع تاني او يتعلم الطيران بياكل من برا، خاصة لو في ارض زراعية، وكمان بياخد التحديقة بتاعته او الاملاح الطبيعية من الارض، وبياخد فيتامين د من الشمس، وبيأكل الزغليل وبتبقى صحته تبارك الرحمن. فطبعا الحمام اللي بيطير ده وبيرجع تاني بيكون فيه فوائد كبيرة جدا. شايفين اه البنجر بالعيش ده، دي يعتبر بواقي، دي كانت مليانة، هما لسه هياكلوها كلها مش هيخلوا فيها ولا حاجة. اهو بصوا هيرجع تاني، انا حبيت اوريكم مشيت الحمام وهيرجع يكمل اكله تاني. فدي ساجة كبيرة انا حاطة لهم عليه، ما ينفعش نحط طبعا الاكلة دي خاصة اني احطها لهم طبعا في اكالي. فزي ما انا قلت لكم الحمام اللي بيطير اللي ليه فوائد، ان هو بياخد فيتامين د بالشمس وبياخد التحديقي، وكمان فيه فوائد تاني كتيرة جدا. فلو حابين ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن الموضوع دي، اكتبوا لي في التعليقات، اكتبي لي لو عندك الحمام مش بيبيض، لو في عندك مرض الجدري، مرض الكانكر، مرض السلمونيلي، لو عندك مرض التنفس. انا طبعا زي ما انتم عارفين اني بربي حمام من 9 سنين، فبعرف اعالج جميع امراض الحمام. لو عندك الحمام قاطع بيض من فترة، لو عندك وزن الزغليل ضعيفة جدا، ان شاء الله هفيدكم جدا. اكتبي لي في التعليقات وهرد عليكي، طبعا انتم عارفين اني برد عليكم اول باول في التعليقات، وقلت لكم ان القناة دي ليكم ان شاء الله. شايفين حبيت اوريكم حاجة تاني، انا كان عندي فراخ خلاص كبرت وانتهت دورتها، ودي الدورة شهر رمضان ان شاء الله، الفراخ البياضة او البيضة دي ان شاء الله هتحصل معانا شهر رمضان. فطبعا لو انت ست بيت هاتيلك 10 او 20
وحاول تلحق ان شاء الله بيهم شهر رمضان، او حتى كده يوم 5 او يوم 7 تكون ايه تلحق بيهم الايام اللي باقي ان شاء الله من شهر رمضان.